هنروح لموضوع آخر، فيه اهتمام في العالم كله بالطاقات النظيفة. مصر خدت خطوات كبيرة جدا في هذا المجال، عشان كده في دراسة دولية قالت أن مصر عندها فرصة للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 جيجا وات في الساعة بحلول عام 2050. خلينا نعرف التفاصيل أكتر من الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضراتكم والساده المشاهدين، وكل عام والعالم كله بخير وسعاده. خلينا نبدا على طول، حضرتك شايف مدى دقه الدراسه وكل اللي موجود فيها قابل للتنفيذ والتطبيق ولا لا؟ هو حضرتك بالنسبه للدراسه موجوده للطاقه المتجدده على مستوى العالم، مصر واخده المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط بعد المغرب، وواخده المركز 22 بالنسبه للمناخ على مستوى العالم من خلال 67 دوله بعد الجزائر وتركيا والامارات. طبعا لتحقيق هذا الكلام ظهر من بعد كوب 27 بدليل ان حصل مذكرات تفاهم لانتاج 10 جيجا طاقه رياح في منطقه خليج الزيت وراس غارب، وفي نفس الوقت حصل برضه مذكره تفاهم ب 5 جيجا طاقه رياح لشركه سكاتك النرويجيه، والعائد بتاعهم او ظهرت النتائج بتاعتهم في ان احنا بنعمل ثلاث خطوط انتاج كهرباء طاقه متجدده الى دول اوروبا. الاولاني بتاع غرب اللي هو غرب دمياط ب 120 كيلو، والاثنين اللي بيطلعوا من بورسعيد الى مرسى مطروح، الى واحد الى ايطاليا غرب الى قلب اوروبا، والثاني الى مركز ايطاليا المركز الصناعي هناك. ده دليل على ان المنطقه موجوده او مصر موجوده في إنتاجية الطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، وظهر بإنتاجية أو مذكرات التفاهم اللي بدأ التنفيذ بتاعها ب 15 جيجا وات، وديت من الدول النادرة إن بيكون عندها 15 جيجا وات طاقة رياح. عظيم جدا، مصر بتمتلك الموقع والمقومات اللي بيساعدوها إن هي تحتل هذه المكانة، إيه تاني مصر؟ ويا فندم؟ والخبرة. طبعا مفيش شك، إيه تاني مصر محتاجاه عشان تكون دولة رائدة في الطاقة النظيفة في العالم كله مش في الشرق الأوسط بس؟ حضرتك احنا لو اخذنا مثال صغير، ان احنا اخذنا 5% على من مساحة جمهورية مصر العربية، يعني 5 على 10,000 من مساحة مصر، هنقدر ننتج طاقة شمسية 50 جيجا وات. يعني دي كمية أوروبا، لو وصلت لأوروبا أو لو أنتجت هذه الكمية هتغطي إنتاجية استهلاك مصر في اليوم، مع زيادة الإنتاج اللي بيصدر إلى أوروبا بحوالي من 15 ل 20 جيجا وات. فطبعا ده مثال صغير، يعني احنا بناخد 5 على 10,000 من مساحة جمهورية مصر العربية. فدي نسبة قليلة من المساحة وإنتاجية طاقة عالية جدا. فتخيل حضرتك لو تضاعفت هذه المساحة هتتضاعف النتيجه، الامكانيات في انتاج الطاقه، هيتضاعف التصدير، هيتضاعف الدخل القومي الكبير بالنسبه لمصر من حيث الطاقه، ومن حيث موقعها الجغرافي، من حيث موقعها داخل الدول العالميه في انتاج الطاقه المتجدده. وما ننساش ان العالم كله دلوقتي بيتجه الى انتاج الهيدروجين الاخضر، والهيدروجين الاخضر العماد الرئيسي بتاعه في الانتاج هو الطاقه المتجدده. فإنتاجية الطاقة المتجددة بتحط مصر على الخريطة من الدول المتقدمة في إنتاجية الهيدروجين الأخضر، ومصر حاليا مميزة بأنها هتنتج بما يقرب من 8 إلى 10% من الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. فبإنتاجية الطاقة المتجددة هتبقى أضعاف المقرر لها. طيب دكتور، احنا شايفين قدامنا وسائل توليد الطاقة من الهواء. لو احنا متعودين كنا نشوف على طريق مثلا الزعفرانة بنلاقي فيه محطات توليد كهرباء من الهواء، وفي في اماكن تانية، لو تقول لنا دلوقتي بقى عندنا كام محطة ويعني مدى انتشارهم الجغرافي ايه؟ هو حضرتك المنطقة المميزة بالنسبة لنا هي راس غارب وخليج الزيت. خليج الزيت دول لان هو بيتميز فيهم الرياح حوالي 4 شهور في السنه من 10 الى 15 متر في الثانيه بالنسبه للرياح، وهو ده السرعات المحدده لانتاج اكبر طاقه كهرباء من الرياح. ده بالنسبه للمحطات التقليديه. انما المحطات المميزه الحديثه
ما بتعتمدش على سرعه الرياح من 10 ل 15 متر، بتعتمد على اقصى سرعه رياح 6 متر في الثانيه، وديت لو تواجدت داخل جمهوريه مصر العربيه فبالتالي انتاجيه بتوصل لاربع خمس اضعاف الانتاجيه اللي موجوده حاليا. فاحنا المميز حاليا خليج الزيت وراس غارب او بعض المناطق اللي موجوده في غرب اسيوط والمنيا وسوهاج، وديت المناطق الحديثه اللي بينتج منها طاقه الرياح مع ال 15 جيجا الجديده. فاذا المنطقه دي هي المميزه لانتاج طاقه الرياح كخريطه، انما مع المحطات الحديثه ان شاء الله هتبقى مصر كلها مميزه، لان متوسط سرعه الرياح في مصر حوالي 4 5 متر، وفي مناطق فوق ال 6 متر، فبالتالي هيبقى انتاجيه طاقه الرياح او الكهرباء من طاقه الرياح على مستوى جمهوريه مصر العربيه عاليه جدا وتعادل صحيح. وعلى الجانب الاخر مصر لديها اعلى مستويات الاشعاع الشمسي في العالم بحسب طبعا الدراسه. كل الشكر لحضرتك دكتور سامح نعمان استاذ الهندسه واستشاري الطاقه الجديده والمتجدده.